الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ونحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونقول كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته. ونقول كما علمنا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صيبا نافعا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الترجمة التي جعل عنوانها هذه الآية الكريمة، مراده بها بيان عظمة أسماء الله عز وجل ووجوب احترامها وتعظيمها ومعرفة مكانتها وقدرها، وأن التوسل إلى الله عز وجل بها هو أعظم الوسائل. ولهذا تجد في عامة الدعوات، دعوات الأنبياء ودعوات نبينا عليه الصلاة والسلام والدعوات المذكورة في القرآن، كلها قائمة على دعاء الله بأسمائه والتوسل إليه سبحانه وتعالى بها. فالتوسل إلى الله في باب الدعاء بالأسماء الحسنى هو أعظم الوسائل. وهذا يتضمن الرد على من اتخذوا وسائل في الدعاء غير مشروعة، إما بدعية أو شركية، وهذا واقع. فالمصنف ينبه من جهة على مكانة الأسماء الحسنى وعظيم شأنها ووجوب تعظيمها، والحذر من التعدي والتجاوز فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، ومن جهة في بيان أنها أعظم وسيلة يتوسل إلى الله بها. وهذا يتضمن الرد على من اتخذوا وسائل غير مشروعة، إما شركية أو بدعية. وقوله ولله الأسماء الحسنى، هذا يفيد الاختصاص، وأن أسماء الله عز وجل الحسنى وما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال خاصة بالله، خاصة بالله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء الحسنى مختصة به سبحانه وتعالى. وقد وصف جل وعلا أسماءه بأنها حسنى في 4 آيات من القرآن، هذه واحدة منها.
والثانية في أواخر الإسراء، قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والثالثة في أوائل طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والرابعة في أواخر الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فنعت الله عز وجل أسماءه ووصفها في أربعة مواضع من القرآن بأنها حسنى، ومعنى هذا الوصف أي أنها بالغة في الحسن غايته وكماله وتمامه، وذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها دالة على أوصاف كمال ونعوت جلال لله سبحانه وتعالى. ما من اسم من أسماء الله إلا وهو دال على صفة كمال لله عز وجل، فليس في أسماء الله اسم جامد، بل كلها أسماء وأوصاف، أسماء وأوصاف أي أسماء دالة على معاني وصفات، وصفات كمال لله سبحانه وتعالى. فهي حسنى لما تدل عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. فكل اسم من أسماء الله دال على صفة، والصفة صفة كمال، كل اسم من أسماء الله دال على صفة، والصفة صفة كمال، وهذا وجه كون أسماء الله حسنى. كل اسم منها دال على صفة، والصفة صفة كمال. السميع اسم من أسماء الله دال على ثبوت كمال السمع. البصير اسم من أسماء الله دال على ثبوت كمال البصر. العليم اسم من أسماء الله دال على ثبوت كمال العلم. الرحيم اسم من أسماء الله دال على ثبوت كمال الرحمة. الغفور اسم من أسماء الله دال على ثبوت كمال المغفرة، وهكذا. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. قال ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فهي أحسن الأسماء وأعظمها وأجلها، ودالة على أكمل الصفات وأعظم النعوت. وقوله جل وعلا: فادعوه بها، هذا الجانب الثاني في الترجمة. الترجمة تتناول جانبين: معرفة الأسماء، أسماء الله، وتعظيمها واحترامها وبيان عظيم مكانتها، والجانب الآخر التوسل إلى الله بها ودعاؤه سبحانه وتعالى بها. قال: فادعوه بها، أي اسألوا الله وتوسلوا إليه سبحانه وتعالى بأسمائه، فإن هذا من أعظم الوسائل وأجلها. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذا الذي ذكر في الآية فادعوه بها هو مرتبة من مراتب الإحصاء لأسماء الله، لأن إحصاء أسماء الله الذي من فعله دخل الجنة، إحصاء أسماء الله 99 التي هي في القرآن والسنة، من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها يكون بأمور ثلاثة، أمور ثلاثة أو مراتب ثلاثة بينها أهل العلم. الأولى إحصاء ألفاظها وعدها، معرفة كل اسم
من أسماء الله مع دليله من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين اعتنوا بجمع الأسماء الحسنى مع ذكر الأدلة على كل اسم، عملا على تحقيق هذا المطلب الذي هو إحصاء أسماء الله. فالمرتبة الأولى في إحصاء أسمائه سبحانه وتعالى إحصاء ألفاظها وعددها. الثاني وهو مهم غاية الأهمية فهم معانيها، فهم معانيها ومدلولاتها، وذلك أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له معنى. معرفة المعنى الصحيح لأسماء الله عز وجل هذا من مراتب الإحصاء، من مراتب الإحصاء لأسماء الله تبارك وتعالى، يتفقه في الأسماء ويعرف المعاني والدلالات لكل اسم. الثالثة ما نص عليه في الآية دعاء الله بها. الثالثة من مراتب الإحصاء دعاء الله عز وجل بها. ودعاؤه بأسمائه نوعان: دعاء ثناء وعبادة، ودعاء طلب ومسألة. دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة. فلا يثنى عليه سبحانه وتعالى إلا بأسمائه، وأيضا لا يدعى ويسأل إلا بأسمائه، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة في ثنائكم على الله، ولهذا انظر الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله عز وجل هي قائمة على هذا: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله. فيثنى عليه سبحانه وتعالى بأسمائه ويدعى بها، يدعى بها، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه. ويلاحظ في الدعاء، يلاحظ في الدعاء ما يناسبه من الاسم. إن كان سؤال مغفرة يتوسل باسمه الغفور، وإن كان سؤال رحمة يتوسل باسمه الرحيم، وإن كان سؤال رزق يتوسل باسمه الرزاق، وإن كان سؤال عفو يتوسل باسمه العفو، وإن كان فتح باسمه الفتاح، وأنت خير الفاتحين، وهكذا. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي علمه أبا بكر الصديق أن يقوله في صلاته وفي بيته، قال: تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ذكر هذين الاسمين في خاتمة الدعاء. ولما تنظر عامة الأدعية المأثورة في الكتاب والسنة تجد أنها قائمة على هذا الأصل العظيم والأساس المتين. حاصل القول: ينبغي على العبد أن يعتني بأسماء الله عز وجل عدا لها ومعرفة بها، وأن يعتني بها من حيث فهم معانيها ودلالاتها، وأن يعتني بها من حيث عبادة الله ودعاؤه سبحانه وتعالى بها كما أمرنا جل وعلا في هذه الآية. ثم قال سبحانه: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوهم، ابتعدوا عنهم ولا تقتربوا منهم، فإنهم على شر عظيم، فإنهم على شر عظيم،
وعلى جرم كبير الحاد في ماذا؟ في أسماء الله. الإلحاد هو الميل والعدول عن الصراط المستقيم، والإلحاد في أسماء الله الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذر أهله وأن نجانبهم وأن نبتعد عنهم، هو الميل بأسماء الله سبحانه والعدول بها عن الحق الثابت لها، عن الحق الثابت لها. فكل من عدل بأسماء الله عن الحق الثابت، ما معنى الثابت؟ أي في الكتاب والسنة، ما دل عليه الكتاب والسنة في حق هذه الأسماء لله عز وجل، من عدل بها عن الحق الثابت لها فقد ماذا؟ ألحد. ولهذا الإلحاد ليس نوعا واحدا، الإلحاد طرائق كثيرة. لماذا؟ لأن كل انحراف هنا أو هناك بأسماء الله عن الحق الثابت لها يعد إلحادا في أسماء الله عز وجل. وقد عدها ابن القيم رحمه الله 5 أنواع، عدها رحمه الله 5 أنواع. الأول من الإلحاد في أسمائه أن يسمى الأصنام بها، أن يسمى الأصنام بها. ولهذا سيأتي معنا في الأثر الذي ذكره المصنف عن ابن عباس قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. يقصد ماذا؟ يقصد أن هذا من إلحادهم في أسماء الله، أن اشتقوا للآلهة الآلهة المتخذة من دون الله عز وجل أسماء، اشتقوا لها أسماء من أسماء الله، اللات من الإله وعزى من العزيز ومنات من المنان، ومنات من المنان. فهذا نوع من أنواع الإلحاد الداخل تحت قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الثاني تسمية الله سبحانه بما لا يليق به، تسمية الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به، مثل تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة، وهكذا. ومما يجب أن يعلم في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه توقيفية، والمعنى أنه يجب أن يتوقف في إثبات أي اسم لله على الكتاب والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا هكذا قال: لا نتجاوز القرآن والحديث. إذا من تجاوز القرآن والحديث وأثبت أسماء لله هكذا من عند نفسه ينشئها ويدعيها ليس معتمدا فيها لا على كتاب ولا على سنة، فهذا وقع في ماذا؟ وقع في الإلحاد. لأن من حق أسماء الله عز وجل أن نتوقف في إثباتها على الخبر، على الوحي، على الوحي، على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. النوع الثالث من الإلحاد في أسمائه وصف الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا بما لا يليق به. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربي ربك رب العزة، هذا التنزيه لله عما يصفون، أي عما يصف أعداء الرسل به الله جل وعلا، ينزه الله نفسه عن كل ما يصفه به أعداء الرسل. ثم يسلم على المرسلين، وسلام على المرسلين في السياق، يسلم على المرسلين لماذا؟ لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب،
ولهذا الأسماء الحسنى والصفات العلى تتلقى بالوحي المنزل على رسل الله الكرام. فمن الإلحاد في أسمائه وصف الله بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص والعيوب، تعالى الله عما يصفون وسبحانه عما يقولون. النوع الرابع التعطيل للأسماء الحسنى عن معانيها وجحد مدلولاتها وجعلها أسماء مجردة، أسماء مجردة لا تدل على معاني. يعني عندهم من حيث المعنى أسماء الله كلها، أسماء الله كلها لا تدل على معاني، فهي ألفاظ مجردة. عندهم الرحمن الرحيم الرزاق الكريم العفو الغفور، كل هذه الأسماء أعلام محضة لا تدل على معاني. هذا من الإلحاد في أسماء، لأنه لا يعطي المرء الاسم حقه إلا بماذا؟ بإثبات الاسم. انظر مثلا قول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة ذو مغفرة، يثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، يثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. فمن أثبت الأسماء مجردة عما تدل عليه من معاني وصفات لله عز وجل جاحدا لمعاني أسماء الله، هذا أيضا ملحد. إلحاده تعطيل لأسماء الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل هذا المسلك، يقول سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، وهكذا في كل أسماء الله. هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سميع في أولها قال قد سمع وقال يسمع، هم يقولون سميع بلا سمع، هم يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم. الآيات التي تثبت علم الله في القرآن كثيرة جدا، وهكذا في عموم الأسماء الحسنى. فالمعطلة يجحدون معاني أسماء الله، وهذا ضرب من ضروب الإلحاد. والخامس تشبيه صفات الله بصفات الخلق، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه هل تعلم له سمية، استفهام بمعنى النفي أي لا سمية له. ولم يكن له كفوا أحد. فالتشبيه إلحاد، التشبيه هو إثبات الصفة لله على معنى مشابه للصفة التي في المخلوق، كما يقول المشبهة تعالى الله عما يقولون يد كأيدينا سمع كسمعنا بصر كبصرنا. هذا إلحاد، وهو في الوقت نفسه كفر بالله. ولهذا قال العلماء من السلف قديما، قالوا المعطل الذي لا يثبت لله الأسماء والصفات يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. لأن الذي يقول عن ربه الذي يعبده يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره، هل هذا هو الله؟ تعالى الله عما يقولون، هذا صنم من الأصنام. الذي يقول عن ربه هذه الأوصاف ولا يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام.
أما الله عز وجل صفاته ماذا؟ صفاته تليق بجلاله، صفاته مضافة إليه، وما يضاف إلى الله يخصه ويليق به، وما يضاف إلى العبد يخصه ويليق به، لأن الإضافة تقتضي التخصيص. وانظر هذا في الآية: ولله الأسماء الحسنى، مختصة به ومختص به ما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال. ابن القيم لما ذكر الأنواع الخمسة للإلحاد ختم بيانه لها بكلمة جميلة جدا في كتاب بدائع الفوائد، بكلمة جميلة قال: فجمعهم، يعني أهل هذه الأنواع، قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، جمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، يعني كل أخذ طريقا ومسلكا في الحادة. هؤلاء كلهم يجب على كل مسلم أن يكون على حذر من طرائقهم ومجانب لهم ولطرائقهم في أسماء الله تبارك وتعالى، عملا بقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم ختم جل وعلا الآية بالوعيد الشديد لمن يلحد في أسماء الله، ختم الآية بالوعيد الشديد لمن يلحد في أسماء الله سبحانه وتعالى، قال: وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. هذا وعيد شديد وتهديد عظيم لمن يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى، توعده الله بالعقوبة العظيمة والنكال الشديد يوم القيامة، يوم لقاء الله سبحانه. نعم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه أي يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. هذه بعض النقولات عن السلف في تفسير الإلحاد، يلحدون في أسمائي، ما المراد بالإلحاد؟ انتبه إلى أمر مهم جدا. الآن الله عز وجل لما يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، كيف يكون أو كيف تكون هذه المجانبة والبعد عمن يلحد في أسمائه إلا بماذا؟ بمعرفة ما هو الإلحاد، ما هو الإلحاد في أسمائه. ولهذا تجد في كتب التفسير عن أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يفسرون معنى الإلحاد في أسماء الله، يفسرون معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وكما عرفنا الإلحاد ليس نوعا واحدا، ليس طريقة واحدة، لأن كل مخالفة وإبعاد لأسماء الله عن الحق الثابت لها في الكتاب والسنة يعد ماذا؟ إلحادا، يعد إلحادا في أسماء الله. وهذه التفسيرات عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى يستفاد منها هذا المعنى، أن الإلحاد مثل ما قال ابن القيم أنواع، أن الإلحاد أنواع، فمن الإلحاد الشرك، قال يشركون، يشركون، ومن الشرك في أسماء الله عز وجل أن يعطى المخلوق من أسماء الله أو يشتق للمخلوق من أسماء الله، مثل ما صنع المشركون في تعظيمهم لآلهتهم الباطلة كما سيأتي معنا في الأثر الذي بعده، قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وأيضا منات من المنان. قال: وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها، هذا أيضا من أنواع الإلحاد،
من أنواع الإلحاد في أسماء الله، يدخلون فيها ما ليس منها، أي يدخلون في أسماء الله أسماء لم يسم الله بها نفسه، ولم يسمها بها، ولم يسمه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن أسماء الله توقيفية، يتوقف على في إثباتها على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى إثبات الأسماء. قال رحمه الله تعالى: فيه، أي الباب، مسائل. المسألة الأولى إثبات الأسماء لله عز وجل، هذا مستفاد من قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء، أي فأثبتوها له كما أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإثبات حضنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ورغبنا في العناية به، وأخبر أنه من موجبات دخول الجنة في الحديث الذي تقدم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال رحمه الله: الثانية كونها حسنى. الثانية كونها حسنى، كونها حسنى أي موصوفة بهذا الوصف حسنى، أن هذا وصف لأسماء الله، حسنى هذا وصف لأسماء الله، كونها حسنى. وهذا مستفاد من قوله: ولله الأسماء الحسنى. وأشرت إلى أن في القرآن أربعة مواطن وصفت فيها أسماء الله تبارك وتعالى بهذا الوصف العظيم الحسنى، والمعنى أي البالغة في الحسن تمامه وكماله. قال رحمه الله: الثالثة الأمر بدعائه بها. الأمر بدعائه بها، بها أي بأسمائه الحسنى، الأمر بدعائه بها أي بأسمائه الحسنى، لقوله جل وعلا في الآية: فادعوه بها، فادعوه بها. وهذا يتناول كما بين أهل العلم دعاء الثناء والعبادة ودعاء الطلب والمسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه ولا يدعى إلا بأسمائه. نعم. قال رحمه الله: الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، هذا مستفاد من قوله: وذروا الذين يلحدون، أي اتركوهم. كل من عارض من الملحدين، كل من ألحد في أسماء الله عز وجل يترك ويجتنب ويبتعد عنه، لأنه ارتكب جرما عظيما وموبقة خطيرة مهلكة، إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. فترك من عارض من الجاهلين الملحدين لقول الله سبحانه: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال رحمه الله: الخامسة تفسير الإلحاد فيها. تفسير الإلحاد فيها هذا مهم جدا، لأن الله لما قال لنا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وجب علينا من أجل أن نذر هؤلاء أن نعرف ما هو الإلحاد، أن نعرف ما هو الإلحاد في أسمائه. ابن القيم رحمه الله تعالى له تعريف في كتابه بدائع الفوائد جيد لمعنى الإلحاد، جعله مقدمة بين يدي ذكره لأنواع الإلحاد التي سبق الإشارة إليها. ومن المناسب أن يكتب، يقول رحمه الله: الإلحاد في أسمائه، الإلحاد في أسمائه، العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. الإلحاد في أسمائه، العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. فكل عدول بأسماء الله عن الحق الثابت لها، أي في كتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ فهو إلحاد في أسماء الله. نعم. قال رحمه الله: السادسة وعيد من ألحد. السادسة وعيد من ألحد، في ختم الآية قال سيجزون ما كانوا يعملون، وهذا وعيد شديد وتهديد عظيم لمن يلحد في أسماء الله. ونظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا تهديد ووعيد لهم، اعملوا ما شئتم فإن الله لكم بالمرصاد، وسيعاقبكم العقاب الشديد على الإلحاد في أسماء الله، على الإلحاد في آيات الله، والإلحاد في أسمائه من الإلحاد في آياته، ولهذا الآية تتناول ذلك. الآية آية فصلت تتناول ذلك، أي الوعيد لمن يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. السلام على كذا، على فلان، هذا دعاء له، دعاء له للمسلم عليه بالسلامة، السلامة التي هي البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والآفات. لما يقال السلام على فلان هذا دعاء له، هذا دعاء له، ولهذا المسلم مأمور إذا لقي أخاه يقول ماذا؟ السلام عليكم. لما يقول السلام عليكم هو دعاء لأخيه بماذا؟ بالسلامة والعافية، دعاء له، فهو دعاء للمسلم عليه. السلام عليكم أو على فلان هذا دعاء على المسلم عليه. والله عز وجل هو المدعو، هو المسؤول، هو المطلوب، هو الذي يطلب منه السلام، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في كل مرة بعد أن يسلم: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قال منك السلام. فالله عز وجل هو المطلوب منه لا المطلوب له، الله عز وجل هو المطلوب منه لا المطلوب له، والمدعو لا المدعو له. فالذي يقول السلام على الله عكس القضية، بدل أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو المدعو المطلوب منه جعله تعالى الله عن ذلك مدعوا له، مطلوبا له السلام، يدعى له. والله عز وجل هو الغني سبحانه، الغني الحميد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا فيها في الترجمة وما دل عليها من الحديث الذي ذكره المصنف في استحالة أن يكون هذا، أن يطلب لله السلام. الله عز وجل هو السلام، السلام، ولا يطلب السلام إلا منه، لا يطلب السلام إلا منه، فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا
إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، والسلام على فلان وفلان، فلان وفلان يقصدون الملائكة جبريل وميكائيل ويعددون أسماء من الملائكة، يعينون ما أسماء عديدة من الملائكة. ولهذا جاء في رواية قال فنعد من الملائكة ما شاء الله، يسلمون على الملائكة فلان وفلان وفلان وفلان، جبريل وميكائيل وإسرافيل، ويعددون من أسماء الملائكة. قال كنا نقول السلام على الله من عباده، على الله من عباده. هذا جاء في بعض الروايات قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، نقول السلام على الله من عباده. وفي رواية السلام على الله قبل عباده، يعني نبدأ بالسلام على الله قبل السلام على عباده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله، نهي وتعليل للنهي، قال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. في رواية ومنها السلام، لا تقولوا السلام على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام. ومعنى السلام ومن الأسماء الثابتة في القرآن كما في آخر الحشر، أي السالم من كل نقص وعيب، مر معنا في الآية وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله من النقص والعيب. فالسلام من أسماء التنزيه، لأن جملة من أسماء الله أسماء تنزيه، مثل السلام والقدوس والسبوح وثابت في السنة، هذه أسماء تنزيه لله، أسماء تنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. إن الله هو السلام أي سبحانه وتعالى سالم من كل نقص، وأيضا سالم من كل تمثيل، فهو الموصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، المنزه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب. يقول ابن القيم رحمه الله السلام مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والخبر. السلام أي في قول المسلم السلام عليكم، مصدر وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. السلام عند التحية، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هكذا علمهم أن يقولوا. قال وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان، الأول السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك، السلام عليكم أي نزلت بركته عليكم، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني السلام مصدر بمعنى السلامة، هو المطلوب المدعو به عند التحية، لأنك لما تقول السلام عليكم ماذا تطلب؟ تطلب للمسلم عليه السلامة. الثاني السلام مصدر بمعنى السلامة، هو المطلوب المدعو به عند التحية. قال رحمه الله وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، حق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق، أو في كل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما. قال وإنما يتبين بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي مستشفع إلى الله
متوسل به إليه. والمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن معنيين: أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير السلام. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير السلام. إن الله هو السلام، أي السالم من الآفات والنقص والعيب. نعم. قال رحمه الله: الثانية أنه تحية. الثانية أن السلام تحية، ولهذا أمرنا أن نقول السلام عليكم عند اللقاء، وفي التحيات نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أنها لا تصلح لله. أنها لا تصلح إلا لله، ولهذا قال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله، لأن السلام هو الله، السلام هو الله عز وجل، ومعناه في أسماء أي المنزه عن النقائص والعيوب. نعم. قال رحمه الله: الرابعة العلة في ذلك. العلة في ذلك يعني في النهي عن أن يقول القائل السلام على الله، لأن الله هو السلام، لأن الله هو السلام، فلا يدعى له بل يطلب منه، لا يدعى له بل يطلب منه، لأنه لا يقال السلام على الله، لأن هذا دعاء للمسلم عليه، فلا يقال في حق الله ذلك، لا يدعى له بذلك، لأن الله هو السلام. نعم. قال رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. نعم، تعليمهم التحية التي تصلح لله. لما نهاهم أن يقولوا السلام على الله علمهم ماذا يقول، قال: تقولون التحيات لله والصلوات طيبات، هكذا علمهم كيف يؤدون التحية، علمهم التحية التي تصلح لله أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. قال: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أن هذا لا يجوز في الدعاء، أي أن هذا لا يجوز في الدعاء، لا يقول الإنسان في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اعفو عني إن شئت ونحو ذلك، لا يقال هذا في الدعاء، بل يؤتى بالدعاء عزما وجزما مع الإقام بالإجابة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فيؤتى بالدعاء عزما، عزما وجزما وإلحاحا ويقينا وثقة بالله سبحانه وتعالى أنه لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه. فإذا قال القائل في دعاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا يدل على خلل في الدعاء، يدل على خلل في الدعاء ونقص في الطلب، لأن إن شئت هذه التي أضافها في الدعاء تدل على فتور في الرغبة في المطلوب، تدل على فتور في الرغبة في المطلوب وقلة اهتمام. اللهم اغفر لي إن شئت، ما انظر الضعف الذي فيها، اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ماذا؟ وإن شئت
لا تغفر، هذا فتور في الرغبة، ما ينبغي أن يكون الداعي هكذا، بل يأتي بالدعاء يقينا وجزما وعزما وإلحاحا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني، مثل ما في الأدعية الماثورة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصيغة في الدعاء منهي عنها لا تجوز، هذه الصيغة في الدعاء منهي عنها لا تجوز، لأنها تنبع عن قلة اكتراث لما يقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت. هل هذا يقوله شخص خائف من ذنوبه الخوف العظيم ويريد أن تغفر له، ثم لما يدعو الله أن يغفر له ذنوبه يقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ هذا فتور، هذا فتور في الطلب، ولا يجوز أن يجعل في الدعاء، لا في سؤال الرحمة ولا سؤال المغفرة ولا غير ذلك من الأدعية، بل يأتي بالدعاء جزما. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هكذا في عموم الأدعية، اللهم اعف عني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، وهكذا في عموم الأدعية، قال لا يقول أحدكم. وهذا النهي للتحريم، لا يجوز ذلك، هذا النهي للتحريم، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يقول الإنسان في دعاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال عليه الصلاة والسلام ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، ما معنى ليعزم المسألة؟ يعني يكون سؤاله عزما وجزما، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اعف عني، يجعل دعاءه جزما، لا يجعل فيه إنشاء. قال ليعزم المسألة، يعني يحقق الرغبة، ومثل ما في الدعاء، مثل ما في الحديث ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة، فنهي عن ذلك لما سبق، لما فيه من الفتور والرخاوة في الطلب وقلة الاهتمام بالذنوب، وأمر العبد أن يكون دعاؤه عزما. قال ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، ما معنى يعزم المسألة؟ يعني لا يجعل فيها إن شئت، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، إلى غير ذلك. قال فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. الآن لما يقيد الاستغفار أو الرحمة بالمشيئة، لما يقيد بالمشيئة، هذا التقييد بالمشيئة لا فائدة له، لا فائدة له، يعني تقييد لا فائدة له. لماذا؟ قال لأن الله لا مكره له، لأن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، فإن الله لا يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، بل يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. لاحظ الآن الفرق، مهم جدا. الآن لما يأتي إنسان يطلب من مخلوق، يطلب من مخلوق حاجة من حاجات، اضطر أن يطلب من مخلوق، من المناسب عندما يطلب من المخلوق أن يكون ماذا؟ أن يقول إن تيسر، إن شئت، إن تمكنت، إن كان ما في حرج عليك، هكذا يقول الناس عندما يطلب من مخلوق، أعطني كذا أو أريد أن تعطيني كذا، إن تيسر لك، إن شئت، إن كان ما في حرج عليك، إن كان ما في إثقال، عبارات تتنوع مؤداها واحد. هذا يناسب، هذا يناسب في حق المخلوق، لكن في مقام الخالق لا مكره له، وخزائنه ملأة، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون دعاؤه سبحانه وتعالى عزما، يكون دعاؤه سبحانه وتعالى عزما، يكون الدعاء عزما ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قال ولمسلم وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، وهذا أيضا جانب ما مهم في السؤال، لما يطلب الإنسان حاجة من الله
لا يتعاظم المطلوب، فإن الله لا يتعاظمه شيء. إن كانت ذنوب العبد كثيرة جدا فمغفرة الله واسعة، وإن كان حاجته التي يطلبها من الله من رزق أو غيره يراه شيء كبير جدا، فالله عز وجل واسع العطاء، واسع المن، واسع الفضل، وخزائنه سبحانه وتعالى ملأ. قال وليعظم الرغبة، يعظم الرغبة هي يسأل الله بإلحاح، والله عز وجل يحب الملحين. قال فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده سبحانه وتعالى بعظيم في العطاء مهما كان المطلوب ومهما كانت الحاجة، لأن عطاء الرب سبحانه وتعالى كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. الاستثناء في الدعاء أن يقول الداعي إن شئت، هذا هو معنى الاستثناء في الدعاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نعم. قال رحمه الله: الثانية بيان العلة في ذلك. بينت العلة في الحديث، قال لأن الله لا مكره له، لأن الله لا مكره له. نعم. قال رحمه الله: الثالثة قوله ليعزم المسألة. يعزم المسألة يأتي بالدعاء عزما وجزما في سؤاله لربه دون أن يعلق السؤال بماذا؟ بالمشيئة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة إعظام الرغبة. الرابعة إعظام الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء كما في الحديث قال وليعظم الرغبة، وليعظم الرغبة، فمهما كان مطلوبك فالله عز وجل واسع الفضل، واسع المن، واسع المغفرة. نعم. قال رحمه الله: الخامسة التعليل لهذا الأمر. التعليل لهذا الأمر أي لإعظام الرغبة بقوله في الحديث فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.